فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شخص تكالبت علي الهموم والضغوط النفسية ولا أعرف سبب هذا الأمر وسبب هذا الضيق، يقول: ما نصيحتكم في ذلك؟ تكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، ولا لا تهتم بالوساوس، اتركها، ارفضها، توكل على الله، واكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، يزول عنك إن شاء الله. نعم.